غدا لقاء مرتقب، لقاء كبير جدا لا يمكن أن يعني نتغافل عنه في بداية حلقتنا النهاردة في المصرف الفني. لقاء قمة بين الأهلي والزمالك، القمة رقم 125، القمة هتحدد مصير لعيبة ومدرب الزمالك، وهتحدد بنسبة ما يعني ملامح البطل، بطل الدوري. سابق لأوانه، بس اتساع الفارق بين الفريقين لو الأهلي فاز هيبقى فيه كلام تاني. تعالوا نروح للناقد الرياضي دكتور طارق الأدور، معلقا على القمة 125 وتوقعاته عن أجواء المباراة والنتيجة. مساء الفل دكتور طارق. مساء الفل يا أستاذ محمد، وأهلا بيك وأهلا بكل مشاهديك الكرام. هي مباراة الغد مباراة حاسمة ولا مباراة عادية؟ بص، جرى العرف كده قبل كده ان مكان فارق النقاط بيزيد لمصلحه احد الفريقين، فبنقول ضمنيا كده ان هو اقترب جدا من اللقب. لكن اسمح لي اختلف معاك تماما في هذه المقوله المره دي، بان المباراه دي في الاسبوع ال 14 والدوري 34 اسبوع، يعني متبقي بعد هذه المباراه 20 اسبوع كامله بما فيهم مواجهة الفريقين نفسهم. نعم. في الدور الثاني وجها لوجه برضو مرة تانية. فطبعا ما حدث في السنوات الأخيرة كان عبرة كبيرة جدا لكل من كان يتوقع مبكرا، لأن النادي الأهلي في السنتين اللي فاتوا كان متقدم في كل مرة لما كان بيلعب الزمالك، بل إن هو في الموسم قبل الماضي مش اللي فات ده على طول اللي قبليه كان النادي الأهلي متقدم على الزمالك بفارق 7 نقاط وفاز على الزمالك 2-1 في المواجهة اللي بينهم كانت في الدور الأول. ورغم ذلك نتيجة تراكم المباريات وتوالي المباريات وضغط الأجهزة فقد النادي الأهلي العديد من النقاط وفقد الدوري، وتكرر نفس الموقف في السنة اللي فاتت. السنة دي وضع مختلف شوية، لأن الأهلي والزمالك تقريبا عدد مبارياتهم متقارب زي بعض بالظبط. نعم. ماشيين نفس العدد، لكن ما بعد فبراير هيختلف، بعد نهاية يناير يعني هيختلف الوضع تماما. الأهلي هيشارك في بطولة كأس العالم للأندية، ممكن لو وفق فيها هيلعب 4 مباريات في 10 أيام، بعدها هيجي على مباريات أفريقيا 6 مباريات في حوالي 20 يوم. هذا قد يتكرر سيناريو الموسم الماضي، فما تضمنش أبدا أي حاجة. عشان كده المباراة هي هتحدد. بص، في طرفين للمباراة، المباراة على مستوى النتيجة مش هتغير من مراكز الفريقين، يعني حتى لو الأهلي خسر هيفضل الأول، حتى لو الزمالك كسب هيفضل الثالث. فبالتالي طيب تعالى ندخل في الموضوعات الاكثر يعني تشابكا. واحد، مصير مدرب الزمالك ايه لو الزمالك اتهزم؟ بص، بمنتهى الامانه ان الزمالك لو خسر المباراه ديت هتكون فرص بقاء فيريرا بتضعف جدا جدا، لان هو طبعا الظروف اللي مر بيها نادي الزمالك في المباراه الاخيره وفقدانه 7 نقاط في اخر 9 نقاط يعني اخر 3 مباريات، ده اثر بشكل سلبي جدا على استقرار الفريق. فانا اعتقد ان النتيجه اللي ممكن ان هي تغير من الجهاز الفني هي الهزيمه، خسارة نادي الزمالك. تغيير لاعبين بسبب الهزيمه، اهلي او زمالك، وارد يحصل؟ لا، تغيير لاعبين، اصل الوقت انت خلاص تقترب من نهايه الانتقالات الشتويه، فما فيش لعيبه يعني الوقت تقعد، قصدي على الدكه يعني. يعني اللعيبه اللي موجوده هتبقى متوفره هي، لان ما اعتقدش انك هتبقى تيجي صفقات كتيره، ممكن صفقه او باتنين بالكتير في خلال الفتره المتبقيه من يناير اللي هي فتره الانتقالات الشتويه. فبالتالي ما فيش تغيير في اللعيبه بقدر ما تغيير هيكون في مستويات بعض اللعيبه العائده من اصابه او لعيبه. دكتور طارق، اهلي هذا الموسم هو اهلي الموسم السابق؟ لا، افضل قليلا، لانه اولا عنده اجنده اكثر انضباطا من اجندات السنتين اللي فاتوا. فاعتقد النادي الاهلي بالمباريات اللي لعبها اقل، بالضغوط الاقل على اللعيبه، بتطور مستوى بعض اللاعبين، بالانتقالات اللي منها 3 انتقالات حصلت في الانتقالات الشتويه الحاليه، فاهلي 2023 افضل من اهلي العامين الماضيين. اخر سؤال، النتيجه المتوقعه؟ شوف، هو يعني على عكس ما بيقول كل الناس ان دايما القمه دي خارج التوقعات، لا، القمه كانت على مدى اكتر من 30 سنه ماضيه الفريق الافضل بشكل ملحوظ بيكسب.
فدايما الفريق اللي من هو الفريق الأفضل غدا من وجهة نظرك؟ الاهلي افضل، لكن المشكله ان المره دي الاهلي مش افضل بكتير، يعني فارق المستويات مش كبير قوي، لكن دايما الفريق الافضل، يعني انا بقول لك لو الاهلي نزل هو الافضل وهو زي المباريات الاخيره هيكسب، لو الاهلي لعب مباراه اقل والزمالك تتفوق على نفسه في المباراه ممكن الزمالك هو اللي يكسب لان المسافات متقاربه، لكن الافضل فنيا حاليا النهارده اهو واحنا قبل 24 ساعه من المباراه هو النادي الاهلي. اشكرك شكرا جزيلا الناقد الرياضي الدكتور طارق الاطول. نتمنى طبعا مباراه ممتعه للمصريين وايضا لجماهير او عشاق المستديره زي ما بيقولوا في بقيه انحاء الوطن العربي. المباراه هتلعب غدا باذن الله 8:30 مساء على استاد القاهره الدولي.